عايزين بس حاجه بس قدام يا عم. انت بقى وانت شفت كل سكشن بتطلع في الكاميرا يا ابني عشان بدي ادور بقص. طيب يا جماعه اول حاجه عندنا في السكشن ده حاجه دكتور جبلنا ان احنا لو لقينا derivatives بتاعت الانبوت في الانبوت اوت equation او في الست فاريبل بنعمل فيها ايه. فدكتور حل جاب الموضوع ده فعاوزين بس نشوف مسالتين كده عليه في الشيت. اول ده كان شيت 2 برضه اللي هو النسخه المعدله في لسه سؤالين هنخلص منهم النهارده ان شاء الله وهنخش في شيت 4. فاول سؤال جاب لك الايكويشن دي وقال لك دي ست فاريبل ايكويشن الايكويشن الاولى والثانيه ودي الاوت ايكويشن. قال لك ايه اكس 1 واكس 2 دول ست فاريبل ماشي اكس 1 واكس 2 وقال لك الواي 1 واي 2 دول الام هم بينزلوا لوحدهم والواي ده الاول تمام. فلو بصينا كده احنا اللي احنا عارفينه في الست ريبريزنتيشن لازم عندي التفاضلات الاولى بتاعت الست فاريبل والاوت ماشي صح. نبص في الرايت هاند سايد ما بكون ماليش غير ستيت فاريبلز وانبوتس ستيت فاريبلز وانبوتس بس ليه تفاضل انبوت ما ينفعش الاقي تفاضلات في الرايت هاند سايد خالص. نفس الكلام هنا 2 اكس 1 ده ستيت فاريبل ستيت فاريبل تفاضل في الانبوت ما ينفعش تمام. دي عامة ما فيهاش مشكلة بس لو لقيت مشكلة في ايكويشن واحدة من ان شاء الله 10 ايكويشنز يبقى كل السيستم غلط لازم تحل تاني من الاول. يبقى لو لقيت ايكويشن واحدة فيها غلطة يبقى لازم احله تاني من الاول. طيب فهو بيقول لك ايه؟ عيد باك بقى الموديل ده بحيث ان الرايت هاند سايد ما يبقاش فيه ديربتيفز خالص. ويقول لك ديفاين اي نيو سنتنس. ديفاين اي نيو سنتنس. فالمسائل زي دي نعملها ايه؟ بمنتهى ببساطه انا عاوز اجيب ستيت فاريبلز ثانيه بحيث اطلع سيستم ايكوفيلنت ده. فانا عاوز الف ستيت فاريبلز جديد. فلما بصينا كده احنا عاوزين نإليمينيت ايه بقى الانبوت ديرفتيفز اللي هنا فهن ديفاين نيو ستيت فاريبلز. نيو ستيت فاريبلز يكون كلام الستيت فاريبلز حقيقي. مين هما بقى؟ انا مش عارف طبعا الكوشنز بتاعتهم فانا هفترض ان انا عندي زد واحد انا مش عارف ايه علاقته باكس واحد بس هقول ان هو بيساوي اكس 1 زائد كل ستانت موجود في الانبوت الاولاني زائد كل ستانت موجود في الانبوت الثاني. سمي ده بيتا واحد وده بيتا اثنين سوري ده الفا واحد ده هو ست فاير وزد 2 بيساوي اكس 2 زائد الفا 2 في الانبوت الاولاني زائد بيتا 2 في الانبوت الثاني. طيب انا بس عرفت دول عاوز اعمل ايه؟ عاوز ارجع اعوض في الايكويشن دي واختار خلي بالك بقى قيم الالفا والبيتا اللي انا مش عارفهم دول هم كونستنس بحيث يلاشوا الانبوتس ده هدف. انا في الهدف دي بدل اكس 1 واكس 2 يبقى عندي زد 1 زد 2 بس لما احط زد 1 زد 2 التفاضلات هنا دي تختلف. فعاوزين نظبط الكونستنس دول ده اللي احنا هنحاول نعمله. طيب تعال نجرب نعوض في الايكويشن. طبعا انت لو وديت الايكويشن دي ده تقول ان اكس 1 بيساوي زد 1 وودي الحاجات دي ناحيه من النجم الفا 1 يو 1 ناقص بيتا 1 يو 2 وان اكس 2 بيساوي زد 2 ناقص الفا 2 يو 1 ناقص بيتا 2 يو 2 وعوض في الجيفنز بتاعتي وعوض ركز معايا وعوض في الجيفنز بتاعتي. فانا اول حاجه اعوض في الايكويشن الاولانيه فاقول اول حاجه اشيل الاكس 1 والاكس 2 واحط قيمه. فاول حاجه اكس 1 اهي فانا عندي زد 1 هتبقى عليها دوت لان هي فيها تفاضل هنا و ناقص الفا 1 يو 1 دوت ناقص بيتا 1 يو 2 دوت ده اللي هو الرقم ده. الكلام ده كله بيساوي نيجاتيف 3 اكس 1 هحطها تاني 0 زد 1 الفا 1 يو 1 ناقص بيتا 1 يو 2 زائد 2 اكس 2 زائد 2 اكس 2 اهي تبقى زد 2 ناقص الفا 2 يو 1 ناقص بيتا 2 يو 2 في غلطه هنا؟ ايه؟ ماشي اصبر بس حطهم
يو واحد زائد اتنين يو اتنين دول. طيب واحدة واحدة، أنا عاوز إيه من المعادلة دي؟ أنا عاوز المعادلة دي تتحول لمعادلة ستيت فاريبل ما يبقاش فيها غير زد واحد دوت في الليفت هاند سايد، وفي الرايت هاند سايد يبقى لي زد واحد زد اتنين واليوهات، ما يبقاليش تفاضلات خالص. أعمل كده إزاي؟ أنا عاوز أختار قيم الألفا والبيتا بحيث من المعادلات ما الاقيش تفاضلات. طيب واحدة واحدة، تعال نشوف الكوفيشنت بتاع اليو واحد دوت. الكوفيشنتس اثنين بتاع يو واحد دوت، يو واحد دوت ظهر في الليفت هاند سايد، هل ظهر في الرايت هاند سايد؟ لا. خلاص يبقى فروم الكوفيشنتس بتاع اليو واحد دوت زي فور، اقدر اقول انا عاوز الفا واحد بتساوي صفر. فلو اخترت الفا واحد بتساوي صفر المعادله دي مش هيتبقى فيها يو واحد دوت. تاني فروم الكوفيشنتس بتاعت اليو اتنين دوت اللي هي هنا عندي نيجاتيف بيتا 1، هنا ظهر كوفيشنتس في الرايت هاند سايد، ظهر كوفيشنت ليو 2 دوت 2 2. فانا عاوز دي لما وديها الناحيه الثانيه اتكنسلت، فاختار البيتا 1 بكام؟ ناقص 2 ناقص 2. هي هنا نيجاتيف بيتا، لما تروح هناك بص بقى تبقى بوزيتيف بيتا، فانا عاوزها زي 4 بيتا 1 تبقى بنيجاتيف 2. فلو حطيت البيتا 1 بنيجاتيف 2 هتلاقي دي بتكنسل دي، وكده كده هيبقى معاك زد 1. لو بصيت في المعادله هيبقى معاك زد 1 وهيبقى معاك اليوهات هتفضل، يعني ممكن تعوض فيها نشوف هتوصل لايه. قول لازم اخد الاثنين بنفس الشكل اللي هو ده الفرضيه دي لازم كده. طب لو انا عندي برضه زود هاخد حاجه كده دوت بقى، لا هتفرضها طب الدوت ما هيظهر في المعادله لما تيجي تفاضل بقى. انا عندي هنا دبل دوت لو حطيت انا في فين هنا؟ في الايكويشن هنا عندك دبل دوت؟ احط انا هنا دوت بقى. ف وهنا ما عندكش ساعتها هتضطر تفرد حاجه عشان لما يتفضل يظهر لك الدبل دوت، تفرضها فيها دوت بس. شغل دماغك شويه. هو ممكن نقول اكس واحد دوت ناقص دي اللي هي 2 يو 2 دوت لو كان عندك مكان مكان مثلا نقول ينفع يا جماعه؟ لا بس ثانيه عشان اقف هنا، ينفع مليون طريقه تمام؟ بلاش طريقه حل واحد. اهم حاجه يبقى عندك زد واحد اتنين او نيو ستيت فاريبلز وما يبقاش عندك تفضلات في الرايت هاند سايد. ينفع هي في الاخر لعب الرياضه. الراجل سالني سؤال مثلا لو ظهر لي هنا تفضل من الدرجه الثانيه اختار الزد ده شكله عامل ازاي؟ فانا قلت له ساعتها لازم تختار يبقى في علاقه في تفاضلات الانبوت من الدرجه الاولى، عشان لما يتفاضلوا من الدرجه الاولى يبقى في الانبوت الدرجه الثانيه، فاضطر تكنسل. هي لعب الرياضه، محتاج تشغل دماغك، انا بديك اكزامبل وقيس عليه انت بقى. عشان بس السكشن طويل مش عايزين نضيع وقت في حاجات ينفع اكيد ينفع، حلها وريهاني. تمام؟ فدي اول حاجه، انا جبت منها الفا واحد والبيتا واحد. هعمل نفس الكلام مع الايكويشن الثانيه. مع الايكويشن الثانيه اللي هي بتاعت اكس 2 دوت. فاكس 2 دوت هحط غلطها تبقى زد 2 دوت ناقص الفا 2 يو 1 دوت ناقص بيتا 2 يو 2 دوت. الكلام ده كله بيساوي 2 في اكس 1 2 في اكس 1 اكس 1 اللي هي زد 1 ناقص الفا 1. طبعا انت احنا عرفنا غلطها بس انا هكتبها غلط. عرفنا ان الفا دي ب 0 بيتا 1 يو 2 وعرفنا ان بيتا 1 بنجم 2 بس انا سبتها كده وخلاص زائد 2 في اكس 2 اكس 2 اللي هي زد 2 ناقص الفا 2 يو 2 سوري يو 1 ناقص بيتا 2 يو 2 زائد يو 1 دوت. طيب من الايكويشنز from الالفا 2 coefficients من الالفا 2 coefficient انا محتاج ان الفا 2 تبقى بكام؟ لو اديت دوت بالناحيه الثانيه هيبقى زائد الفا 2 يو 1 دوت. فانت عاوز ان ساعتها ان الفا 2 تكون بنيجاتيف 1. ليه بنيجاتيف 1؟ عشان هنا ده يبقى نيجاتيف يو 1 لما يروح هناك سوري ده هيبقى نيجاتيف بنيجاتيف يبقى بوزيتيف يو 1 دوت لما يروح هناك يكنسل ده. ومن البيتا 2 كوفيشنتس لو بصيت على البيتا 2 مفيش هنا يو 2 دوت فخلاص يبقى بيتا 2 بتساوي صفر مش محتاج غير المنظر ده. اند فاينلي خلاص يبقى على طول زير 4 ان زد 1 ان شاء الله سيادتك هتكون بتساوي اكس 1 الفا 1 دي قلنا عليها ب 0 فمفيش بقى زائد هتبقى ناقص سوري 2 يو 2 ده الزد 1 والزد 2
لما عوض بعض التايم بتاعته قلنا الفا 2 هتبقى بنيجاتيف 1 فدي هتبقى نيجاتيف في نيجاتيف تبقى بص سوري مفيش لا لا عوضها غلط الايكويشن الاولانيه خالص مفيش 2 مفيش فوق هنا انا دي الفا 1 كانت بصفر فشلتها بيتا 1 بنيجاتيف 2 فحطيت نيجاتيف 2 يو 2 مفيش 2 اصلا في الايكويشن الاولانيه خالص مفيش 2 فين هنا؟ ايوه دي؟ اه ماشي مش قاصر على حاجة بصراحة. هي ما وصلتش على حاجة بصراحة. هي الحمد لله اه قصرت في الجاي بس هي ما وصلتش الحمد لله. ماشي فزاد 2 يبقى معايا اكس 2 زائد الفا 2 في 1 الفا 2 جبناها بنكتب 1 هتبقى نيجاتيف يو 1 و 0 ماشي فخلاص كده. فده زد 1 زد 2. احنا كده جبنا القيم بتاعتنا زد 1 زد 2. كل مطلوب منك دي هتبقى ماينس ولا بس؟ صح كده؟ ماشي فكل المطلوب بقى انك ترجع تعوض تاني في المعادلات دي وتشوف حلت ولا لا بس فسبستيوت باك هنا بقى فيبقى عندي اكس 1 دوت هشيله واحط قيمته طبعا دي هتبقى دي اكس 1 زد 1 زائد 2 يو 2 ودي هتبقى اكس 2 تساوي زد 2 زائد يو 1 عوض في المعادلات تاني شيل اكس 1 وحط قيمته فيبقى عندي زد 1 زائد 2 يو 2 دوت ودي فيها دوت الكلام ده كله بيساوي نيجاتيف 3 اكس 1 اللي هي زد 1 زائد 2 يو 2 زائد 2 اكس 2 زائد 2 في زد 2 زائد يو 1 زائد يو 1 زائد 2 يو 2 دوت بس انت اول حاجه هتاخد بالك منها ايه؟ ان 2 يو 2 دوت هتكنسل دي. فتلاقي الحمد لله ان شاء الله مش هيبقى عاجل الايكويشن بتاع زد 1. فيبقى خلاص ادي زد 1 دوت خلاص دي اتكنسلت فيبقى عندك نيجاتيف 3 في زد 1 زائد 2 في زد 2 كده خلصنا من الزدات ونيجاتيف 3 في 2 يو هيبقى نيجاتيف 6 يو 2 ماشي يبقى نيجاتيف 6 يو 2 و 2 في 1 يبقى زائد 2 يو 1 لا سوري عشان يو 1 كمان يبقى 3 يو 1 بص بقى على الايكويشن دي انت سبت عرفت ستيت فاريبل جديد والايكويشن بتاعته ايكويفلنت للي فاتت مفيش اي خلاف فيها بس لازم زد 1 والرايت هاند سايد فيها زد 1 وزد 2 هم ستيت فاريبلز الانبوت الاولاني والانبوت الثاني فكده انا حققنا المطلوب ها يعني ممكن ما نعملش كل ده هنوصل برضه اللي هو ايه؟ نقول في الاول خالص يعني نودي اكس 1 دوت ناقص 2 يو 2 دوت قلت لك ممكن تبقى تقلبها يا لا انا اصلا ما هي نفس الطريقه بس دي بدل ما تجيب الالفا والبيتا والكلام ده انا بقول لك المساله الجنرال ان انت بتقلبها دي حاجه خاصه على المساله دي تمام؟ يعني ممكن تبقى مساله مختلفه فانا بقول لك ساعتها بتقابل تختار حاجه الراجل اصلا قال لك ممكن هنا لازم تفضل الدرجه الثانيه هتعمل في ايه؟ ساعتها اصلا لازم تفرض الالفا والبيتا وعندك جاما ومش عارف ايه اللي حاجات تفضل الدرجه الاولى مش لما تفضل تاني يطلع لك تفضل الدرجه الثانيه يكنسلوا بعض انا بقول لك الفكره تمام انما لو عرفت تقلبها بالطريقه دي مش مشكله هنعمل نفس الكلام في المعادله بتاعت اكس 2 لما تحلها في الاخر الدرجه اللي هتعوض فيها برضه هيبقى لك في الاخر زد 2 دوت بيساوي 2 زد 1 زائد زد 2 زائد يو 1 زائد 4 يو 2 جرب اتاكد من دي تشيك عليك البيت فدي معادله بتاعت زد 2 انا عوضت يعني وظبطت كل حاجه زي اللي فاتت وفي الاخر خالص اخر حاجه معادله بتاعت الواي فحط معادله الواي شيل اكس 1 شيل اكس 2 وتحط خامه فتطلع بتاعت الواي ان شاء الله زد 1 ناقص زد 2 ناقص يو 1 زائد 3 يو 2 والتلات معادلات الجداد دول والتلات معادلات الجداد دول هم ايكويفلنت ايكويفلنت بالظبط للتلاته دول بس في الاخر مفيش يو مفضلات في الناحيه اليمين بس ده اللي مطلوب من سيادتك وكله لعب رياضه لحد هنا حد عنده مشاكل؟ مش عاوز امام يا جماعه مش عاوز امام بعد ماشي فعامة دي طريقة الحل للجنرال تمام ودي طريقة حل الدكتور فالراجل بيسألني ممكن حلها بأي طريقة؟ أي طريقة كل لعب رياضة بس دي طريقة الدكتور حلها في المسألة دي براحتك يا جماعة ادي اقفل والله انا محتاج 20 مره في مليون طريقه كل يعني الراجل يقول لك اجيب ده الناحيه دي واجيب ده الناحيه دي مش عارف راح العب براحتك زي ما انت
تمام. تعالوا المساله دي عشان ديرك بقى. دي شبه برضه مساله دكتور جابها في المحاضره. احنا زي ما قلنا هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك تخيل المعادله بتاعت الانبوت اوتبوت ايكويشن الجنرال. دي المعادله الجنرال اللي هي ايه؟ فيها تفاضل ال n ل y وتفاضل n ماينس 1 وهكذا. يعني لو حد مش شايف المنظر ده تعالى اختار سبيشال فورم منه، لقيت ان n بتساوي 3. لو اختار ان n بتساوي 3 ساعتها الايكويشن شكلها عامل كده. y تريبل دوت زائد a1 y دبل دوت زائد a2 واي دوت زائد ايه 3 واي. الكلام ده هيكون بيساوي بي نوت واي تريبل دوت زائد بي واحد واي دبل دوت زائد بي 2 واي دوت زائد بي 3 واي. ده اللي هو لو معادله من الدرجه الثالثه. دي معادله من الدرجه دي. احنا حلينا المره اللي فاتت مساله زي دي، بس كان ايه الاختلاف؟ ما عندناش التفاضلات دي، 1 2 3 ما عندناش دول. ساعتها لما قلت لك حتى نختار الست فاريبلز قلنا نختار عندي معادله بالدرجه الثالثه فعندي ثلاثه ست فاريبلز نفس الكلام هنا. وي ويل هاف 3 ستيت فارز. ساعتها لما قلت لك فور ديجيت هنفترض ان الاكس واحد اللي هو الست فاريبل الاولاني يساوي واي، والاكس اثنين يساوي واي دوت، والاكس ثلاثه يساوي واي تريبل دوت، قلت سوري واي دبل دوت. قلت لي ليه الفرعيه دي؟ قلت لك عشان دي اللي هتتحل، اللي انت هتحلها. الفرعيه دي غلط هنا لو عندك تفضلات ليه؟ فدي غلط. ما تحلهاش كده. الدكتور حل معاك بطريقه واللي مطلوب مننا هنا طريقه ثانيه. دي اللي هوريها لك. فتاني انك تفرض الفرعيه دي بتاعت المساله اللي احنا خدناها السكشن اللي فات. لو ما عندكش تفضلات ليه؟ ظهر عندك تفضلات ليه؟ فده غلط، الفرع بتاعي غلط. دول اللي عاملين المشكله. تمام؟ هتفرضهم كده برضه بس هتزود عليهم ترم عشان انا عاوز برضه انزل التفاضلات. نفس اللعبه. ينفع احلها مش عارف ايه ينفع احلها في ناس طيبه. الدكتور حل معاك بطريقه في المحاضره وحط لنا المساله دي شيت عشان نحلها بطريقه ثانيه. تمام؟ وكلهم صح. وكلهم صح. فسيادتك انا هختار بقى معاك ال يعني هجرب بقى احل معاك المساله يعني. ماشي. فمبدئيا الستيت فاريبل هو بيقول لك في الاخر ايه؟ هحلها على سبيشال كيس بس هو مديها لك جنرال. بيقول لك لو المنظر ده جبن قول ان باي تشوزنج ا بيرفكت ستيت فاريبل هتوصل للمنظر ده. اختار الستيت فاريبل هتخليك توصل للمنظر ده. درايف باي ذا واي درايف هنا ده كلام الدكتور مش بروف. درايف يعني عوض وهتالي حطيت في المنظر ده وخلاص. ده الكلام اللي هو قاله لي. انا كنت فاهمها بروف زيه كده فهو حلها لي وخلاص. تمام؟ فمحدش يقول لي جايب منين؟ لان هو في الاخر بتقول كده قال لي لا هو لون درايف هتحطها لي في المنظر ده. لو انت عامل دي حطها لي في المنظر ده. اختار السيت فاريبلز وحطها لي في المنظر ده. فماشي فانا هنعمل ده الحل اللي انا هحل ده حل الدكتور برضه. تمام؟ انما لو حد انترست بقى عاوز يحاول يشوف الاسباب بتاعها هي لازم تستخدم البي اوبريتور بقى والحوارات فيها حوارات يعني. بس انا هو هيديك طريقه كده هي هتشتغل. فاول حاجه خالص بيقول لك بنضطرب بقى بالمنظر ده. ركز معايا عشان دي تلخبط شويه عشان انا هتلخبط فيها حتى انا حليتها مره وهحللها تاني. معلش ركز معايا. فاول حاجه بيقول لك هنضطرب ان اكس واحد دوت لا سوري دي الاول بالواي. قال لك الكلمه هنضطرب ان الواي بتساوي اكس 3 زائد بي نوت ودي الاوت ايكويشن. وجابها منين؟ اكشلي جابها منين؟ واحد مضروب فيه اكس ان اللي هو اكس 3 زائد بي في. هو جابها منين؟ ماشي تقول لي بيغش كده لو حط انا حاسس ان هو بيغش شويه بس خليني امشي. ماشي فدي اول واحد. وبعدين السيت فيرب زي كده بقى ركز عشان هي رخمه شويه. هتحفظها ولا هتحفظها؟ مش محدش يقول لي احفظها ومش هحفظها. اكس 1 دوت بيساوي نيجاتيف اي 3 واي زائد ب 3 فيو. معلش انا اسف تمام. وبعدين اكس 2 دوت هتلاقيهم بيقلها لك اللي جاي نيجاتيف اي 2 واي زائد ب 2 فيو ومعلش زود عليها اكس 1. اقول لك بقى واكس 3 دوت بتساوي نيجاتيف اي 1 واي زائد ب
واحد يو زائد اكس اثنين وهكذا. هي الفكره ان اكس واحد ما كانش فيها دي ستيت فاريبل فما فيش، كان هنا في اكس زيرو بس هو ما فيش اكس زيرو. تمام؟ فهي هي هي محفوظه كده. تمام؟ فاكس واحد دوت نكتب ايه؟ الكوفيشن ايه 3 اللي هو الاخير او مش كوفيشن من الاخر. واي زائد بي 3 يو. نكتب ايه 2 واي زائد بي 2 يو. نكتب ايه 1 واي زائد بي 1 يو. بعدين نزود الاكسات دي. هو انا المفروض اشتغلها ارقام ولا اقول ان وان زي ما انتوا لا تشتغلها ليت ان بتساوي 3 او ليت ان بتساوي 4 تحلها بحاجه اكيد مش هتشتغلها جنرال يعني مش هتعرف. تمام؟ فانت بتحلها على واحده وتجنرالايز. الدكتور معاك حتى في المحاضره لما حلها اختار ان باثنين. مش هنشتغل. حل معاك واحده زي دي في المحاضره. لا. اه اختار ان باثنين انا بقول لك يعني ما بحركش يعني. حل حاجه كده؟ ماشي. ايه الفوضيه اللي بحشه دي؟ بحشه هي هي بص هي بس الفوضيه دي اللي هحلها. انا هعمل ايه؟ هشيل بقى الورقات دي واحط القيم بتاعتها. فاول حاجه خالص لما اشيل الواي دي اللي هو الفوايد اللي هي اللي هي اكس 3 زائد بي نوت كيو. فركز معلش معايا. فهتبقى نيجاتيف اي 3 اكس 3 زائد بي نوت كيو زائد بي 3 يو. هظبطها بعد اذنك. نيجاتيف اي 3 اكس 3 و زائد بي 3 يو زائد سوري عندي ناقص بقى اي 3 بي نوت يو بالمنظر ده وهيعمل اليو كومان فاكتور. ماشي طلع بالمنظر ده. نكتب اي 3 اكس 3 زائد بي 3 ناقص اي 3 بي نوت يو. ماشي هنضطر نعمل بقى كده كل واحده من اللي جايين. دي اول ترم. عشان معلش هو فين الستيت فاريبل؟ ايه؟ انا جبت كده الايكويشن ما جبتش الستيت فاريبل اصلا. الستيت فاريبل هو اكس واحد يا جماعه. الستيت فاريبل اكس واحد. الستيت فاريبل اكس واحد ايوه اول واحد بس. الستيت ايكويشن. ايوه ماشي. هو اكس واحد هو الستيت فاريبل. ده تحط اكس واحد اهو هنا. ما انت احنا قررنا ان عندنا بقى الستيت فاريبل هم مين يا عم؟ اكس واحد واكس اثنين واكس 3 انا عاوز اجيب الايكويشنز بتاعتهم. ادي اول ايكويشن اكس 1 دوت ده الليفت هاند سايد فيها التفاضل بتاعه الرايت هاند سايد فيها ستيت فاريبل بس اللي هو اكس 3 وده كله كله نفس الموضوع في الانبوت. عاوز اجيب نفس الكلام لاكس 2 واكس 3 بس دول اللي هو عاوز يعني. تمام؟ انا عارف جمعت ايه؟ انا قلت لك دماغي غلط ما اعرفش ايه؟ الله لو انت عاوز تكتب نكتب اي واحد واي زائد بي واحد يو زائد اكس بي. انا بس ايه هحاول اعمل شغل الرياضه بقى. يلا شوف بقى هتلخبط ولا نكتب اي اثنين ماشي هضربها في الواي اللي هي اكس 3 زائد بي نوت يو زائد بي 2 يو زائد اكس واحد انا هسيبها زي ما هي. ف ده ممكن ايه قوي بس فبعد اكس واحد ده لوحده ده سيرفايفل ناقص اي 2 اكس 3 زائد الترم اللي هو هيبقى بي 2 وده ونكتب اي 2 بي نوت كيو. فلو بصيت دلوقتي على الايكويشن دي بص هنا على الايكويشن دي دلوقتي اللي انا عملته بس هنا شلت الواي وحطيت خطوطها اللي هي الجيد اللي احنا قررناها في الاول فاصبح عندي في الرايت هاند سايد اكس 1 واكس 3 اللي هو ستيت فاريبلز وكونستنت مضروب في اليو. هنعمل نفس الكلام في اكس 3 اكس 3 نقطه زي ما هي اي 1 هيتضرب في الواي اللي هي الجيد قررناها من الاول اكس 3 زائد بي نوت في يو زائد بي 1 في يو زائد اكس 2. انا مش محتاج حاجه لان انا عارف اكس 2 فاقول ان اكس 3 نقطه بتساوي اكس 2 اهي ناقص اي 1 اكس 3 زائد الترم بتاع اللي هو بي 1 ناقص اي 1 بي نوت فيو. لو بصيت اصلا على المنظر هتلاقيهم شبه بعض. بص على الست اكشن انت ممكن تستخدمها على طول لو ما قالكش دلوقتي تستخدمها على طول.
التايتل بارت. اصلا لو بصيت على اكس واحد دوت اللي هو ده القاعده بقى بتاعتك ايه؟ ان دايما هتلاقي عندك اكس 3 اللي هو الاخير اللي هو اكس ايه؟ دايما هتلاقي عندك اكس 3 اكس 3 هتلاقي عندك دايما الست فيربل اللي قبليك اكس 1 ما كانش موجود فيها قبل الست فيربل فمش موجود، انما اكس 2 كان قبليه اكس 1 اكس 3 كان قبليه اكس 2 ودايما هتلاقي ان يو مضروب في كل السن ده. اصلا لو بصيت كده بيقولوا شبه بعض الكوشن شبه بعض. فلو حبينا نحطها في الستيت فورم عشان تشوف هتطلع شبه اللي احنا فرضناه ولا لا، فاكس 1 دوت اكس 2 دوت ثواني لما اخلص اسال لسه اول ما تسالش حد في نص الكلام كده بتلخبطه مش عارف. ماشي تعالى نشوف اول واحده موضوع في اكس 1 اكس 2 اكس 3 فا اكس اكس 1 دوت هل ظهرت في اكس 1؟ لا فزيرو. هل ظهرت في اكس 2؟ لا فزيرو. هل ظهرت في اكس 3؟ اه نيجاتيف اي 3. هل ظهرت في اليو؟ اه ظهرت بي 3 ناقص اي 3 بي نوت الكلام ده كله ظهر في اليو. تعال نشوف اكس 2 اكس 2 1 في اكس 1 0 في اكس 2 نيجاتيف اي 2 في اكس 3 زائد بي 2 ناقص A2 B0 في U. تعال نشوف الـ X3 0 و1 في X2 و نيجاتيف A1 في X3 و B1 ناقص A1 B0 في U. ما هو بصيت بقى في المنظر ده، في المنظر ده يطلع نفس الحاجة. ها قول بقى سؤال كم اسمه؟ أنا ليه بقى ما عملتش كده؟ يعني ليه ما نقلتش من ده من هنا؟ يعني ايه ما فهمتش ده؟ يعني انا كنت ابص على لا هو هو المسألة ما بتقولكش، المسألة بتقول لك لو انت معاك دي قول انت تعرف توصل لدي. تمام؟ هو الفرض اللي انا عملته بالعكس هو ده حل الدكتور روح قول له بقى هو الصح الاصح بقى اللي هو المفروض تعمله تعمل ايه؟ الصح بقى عشان يبقى حق الله انت المفروض تفرض فرضيه وتجيب الكوفيشنز بتاعها فهو تطلع المنظر بس هو ايه؟ قال لك ده صعب عليهم فاديهم اديهم هنا اديهم هل يعني احنا هنحفظ الفرض ده؟ اه هو قال اديهم الفرضيه دي ده كلام انما على اثباتها نفسه صعب اثباتها نفسه بتقبلها بيه وبيرجع على المساله دي وبتقعد تعمل تبادل ده فيه بيطلع المنظر ده من الاخر لو بقى زي ما هي كده اه هتحل لها المساله ده كده كان احفظ الاربعه الكويشنز دول يا عم احفظ المعادله الفرد ده مش عايز اوديك الكلام ده ف والواي بتساوي اكس 7 زي البي نوت يو طب واي هتبقى خليك تحفظ القانون الاول وتقعد شويه اكس 1 اكس 2 اكس 3 فهي واحد بس اكس 3 وباقي صفار زائد بي نوت يو فده شبه ان احنا بدينا منه فخلاص خلاص بس و باي ذا واي الفورم سواء دي او الفورم اللي المفروض نعرفها في المحاضره دي فورمز محفوظه كتب الكنترول اسمها الكانونيكال فورم بعد انترس باي لور اسمها الكانونيكال فورمز دي مثلا الدرجه دي اسمها الاوبزرفبل ضربوا على جنب دي اسمها الاوبزرفبل الكانونيكال فورم اعتقد ده في المحاضره اسمها كنترول بس هي حاجه ادفانس في الكنترول يعني فهي دي اسمها الاوبزرفر كانونيكال فورم والناس على الكنترول هم حافظينها كده ده بحب اثباتها الاثباتات موجوده بس عاوز اثباتها اثبتها بس هو الدكتور سال عليك وقال لك هي كده وجهه نظره ايه اسالوه بقى نعم قول لي انت اكس 1 تساوي نيجاتيف 3 واي 3 دي؟ لا هي بدايه دي؟ اه زي ما دي جت هما التلاتة أصلا جم كده جم منين؟ يعني أنت اشمعنى إكس واحد نزل عليك إكس اتنين جت إزاي؟ خلاص نقفل الموضوع ده بقى؟ ما تسألش حاجة نفهمها بقى هتلاقيه بيعيد نفس الكلام. اه انا حضرتك المحاضره. هتلاقيه بيعيد نفس الكلام.
دي نفس الحاجات مطبقه على الشغل الدوري الشغل الدوري يا اسطى شيل 5 فلوس بكام؟ 2 شيل 10 شيل 4 ما كانش 3 معايا حاليا اللي هو Thank you.
كل مادة فيها أكثر من حمل. طيب حلو 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 حلو. طيب موضوع عبيد بقى ده شغل الكهربائية بتاعنا. عاوزين على طول نحل زي المسائل اللي احنا بنعمل المودلنج بتاعتها على طول. فبس ايه الجدول العبيد اللي قدامنا ده الحاجات الكهربائية اللي احنا عارفينها المفروض ان احنا ايه الاليمنتس في الكهربائية في اي دايرة ده بنختصرها للريزيستنس والكاباسيتنس والاندكتر. تمام؟ في حاجات طبعا اوبامز وبتاع بس ما دخلناش في القصة دي. تمام؟ عشان الأسئلة دايما لو في اوبام بقى نعمل ايه؟ انا ما اعرفش ببص عليها بس انا مش مطالب اتعرف يعني. فلو في ريزيستور انت عارف طبعا ايه الحاجات بتاعتنا اللي هي الفولتج ديفرنس اكروس ريزيستنس وان في كرنت وريزيستنس ده عارف اون اوف ماشي. طب لو عندي كاباستور تبقى عارف برضه العلاقات بتاعت الكاباستنس ان الكاباستور ده برضه ليه فولتج اكروس بيمشي فيه كرنت طبعا بتكلم عن ترانزيت انا عارف طبعا لما بتشحن ما بيمشيش بس هنا في كرنت الكرنت ده بيساوي الكاباستنس سي في تفاضل الفولت. تمام؟ و لو انا عاوز اجيب الفولت هو الانتجريشن بتاع الكارنت اللي ماشي لان ده اللي بيشحن الكاباستور واحد على سي. ايه بقى دي؟ دي ايكويشنال وورك او الانرجي المخزنه جوه الكاباستور بتبقى هاف في الكاباستنس في سكوير. تفتكر دي انا بقولها لك ليه؟ عشان الستيت فاريبل. تمام؟ عشان لما تشوف كاباستور تعرف ان هو انرجي ستورنج اليمنت هو بيخزن طاقه او بيخزن وورك فهتختار الست فاريبل بتاعته اللي هو الفولتج ديفرنس اكروس الكباستور. تمام؟ فدي حاجه معلومه انت عارفها. طب واحد يقول لي المقاومه مش بتخزن لا المقاومه زي الفريكشن بتسحب بتسيبيت الانرجي. تمام؟ انما الكباستور لا الكباستور بيخزن بيشحن يعني. والاندكتور باي ذا واي برضه بيخزن طاقه لانك لو شفت الورك ايكويشن بتاعت الانرجي بتاعته هاف ال في اي سكوير فهتختار الست فاريبل ساعتها. طبعا برضه انت عارف العلاقات ان ان الفولتج اكروس الاندكتور هو ال تفاضل الكرنت وان الكرنت بيساوي تكامل الفولت. بس ده اللي سيادتك المفروض تبقى عارفه الجدول العبيط ده. تمام؟ تراجع ماشي. والمسائل بتبقى زي المسائل على طول ممكن تقطعها مش هقول لك هات لي مودلنج ايكويشن في الاخر هتعمل او احنا في كنا بنشتغل ازاي في الميكانيكال بنيوتن سكند لو وفي بدل جاب هنا طبعا كيف ال وكيس ال ده اللي عندنا يعني. تمام؟ مش هقول لك مودلنج ايكويشن على طول نخش في الانبوت اوت ايكويشن والسيف فاريبلز والحاجات الثقيله على طول. مثلا هنا بيقول لك هات الانبوت اوت ايكويشن اللي بتريليت الاوت اللي هو اي نوت. تمام؟ ده الاوت اللي انا عاوز اشوف الدلتا انبوت اللي هو الكرنت سورس ده. ليه سواء ليه مهتمين بده؟ تخيل ده الفولت اللي احنا عاوزين نكونترول. في الاخر دايما خليك متخيل ان احنا بنموديل عشان ان شاء الله بعد كده هنكونترول. فواحد يقول لي في حاجه ناقصه هنا مثلا مش مدينا المقاومه دي بكام فهو فعلا مش مديها لنا فاحنا هنأسيوم عادي جدا ان الريزيستنس عند الاي نوت بتساوي 2 اوم. دي اول حاجه بس ما كانتش موجوده في السؤال فاحنا هنفترضها عادي جدا. طيب اغلب المسائل مش محتاجه منك اكتر من كيسيل اللي فعلا يعني حتى يوم ما تستخدم كي في ال تحس ان انت عملت يعني مسائل كلها بتبقى عبيطه جدا كيسيل اللي بيبقى ايه. طيب فانا هعمل كيسلايه كده مثلا هنا اسمي دي بوينت A مثلا واسمي دي بوينت B فاقول لك كي سي ال ات A فانا افترض ان الكارنت ده داخل كده وده واحد خارج هنا وده واحد خارج هنا المهم ان عدد افترض اي فرضيه بس المهم يلاشوا بعض في الاخر فانا بقول لك ان الاي انبوت بتساوي افترض ده مثلا سمي ده اي 1 وده سميه اي 2 بتساوي اي 1 زائد اي 2 وتعالى بقى نشوف اي 1 ده بيساوي ايه فاي 1 ده لو شلناه وحطينا قيمته هتلاقيه هو عباره عن الاي اي اللي هو الفولت عند النقطه ايه ناقص الفولت عند النقطه بي على المقاومه اللي هي 1 اوم ده اي 1 سوري اي 1 اي 2 هو عباره عن اي نوت على 2 فممكن نضرب بالايكويشنز في 2 مثلا عشان نحسن ال باي ذا واي واحد يقول لي هو ايه الفرق ما بين الاي اي والاي نوت بس حاجات انت شغال كده تاخد بالك منها واحد مثلا ده الاي بي يستحسن نسميها اي سي مثلا عشان هي الفولت اللي على الكابستر فعادي يعني ممكن فدي دي دي اي نوت يعني مفيش اي 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 المهم هنقدر الايكويشن بس كلها في 2 عشان تبقى اشك
2 تي وده هيبقى 2 اي نوت ناقص اي بي زائد الاي نوت فيبقى عندي 3 اي نوت صح كده؟ فدي اول ايكويشن والايكويشن الثانيه بقى كي سي ال عندي بي سيادتك بس من كي سي ال عند بي دي المفروض بس تبقى عارف ان اي سوري كارنت اي واحد ده هو اللي احنا حسبناه قبل كده ان هو اي نوت ناقص اي بي على واحد اللي هو بيساوي ايه بقى؟ الكارنت اللي ماشي الكابستر اللي هو فين؟ اللي هو بيساوي الكابستنس اللي هي بنص فراد موضوع فيه دي اي باي دي تي اللي هي كام بقى؟ اي بي اللي هو اي بي نوت برضه لو عاوز تفضل المعادله في اثنين عشان تبقى شكلها اشيك فيبقى عندك طبعا مش محتاج اي 1 في حاجه فيبقى عندي 2 اي نوت ناقص 2 اي بي بتساوي اي بي نوت. طيب ايه بقى المنظر اللي عندنا؟ هل احنا مهتمين باي بي ده؟ لا اعتذر في اي بي مش عاوزين اي بي احنا عاوزين معادله فيها الاي اي وفيها الاي نوت بس. فانت عاوز لو افترضنا دي معادله واحد ودي معادله اثنين انت عاوز تنقشهم ببعض تاخد من واحد على وقت الثاني، مين الاسهل؟ مين الاسهل اخد من اثنين في واحد ولا واحد في اثنين؟ واحد في اثنين. واحد عشان واحد ما فيهاش تفاضل، واحد اسهل. فروم واحد فروم واحد دي انا عاوز اجيب اي بي يساوي كام؟ فاقول لك ان الاي بي ده هودي كل حاجه الناحيه الثانيه يبقى هقسم على اثنين فيبقى الكارنت وناقص 3 على الاثنين اي نوت. ده الاي بي. صح كده في غلطه؟ انتوا في اشاره ايه؟ دي المفروض تروح هنا ماشي في عكس الاشارات. الاشارات دي بلس دي الماينس صح كده؟ ماشي انتوا اثنين بقى هقعد في معادله اثنين فيبقى عندك اثنين اي نوت ناقص اثنين في اي بي اللي هي الحاجات اللي هتنزل بيا بتساوي تفاضل بقى الكلام ده اي بي دوت هيبقى عندي نيجاتيف دي اي دي باي دي تي زائد 3 على 2 اي نوت دوت. ليه عملت دي اي؟ عشان بس النقطتين ما يضغطوش بعض. فعندك كده معادله واحده فيها الاي نوت والاي. احنا بس ايه؟ هنظبط المسائل واتاكد بعد ما عملتش اي مصيبه. فتعالوا كده مع بعض. فدي 2 اي نوت ودي 3 اي نوت تبقى كام؟ اسمع الاثنين دول. تعالى اسمع الاثنين المعادله كلها تبقى دي على 4 ده نص ان دي تروح ان دي تروح ماشي تبقى اي نوت دي هتبقى زائد الانبوت تبقى ناقص 3 على 2 اي نوت ناقص نص دي اي باي دي تي زائد 3 على 4 اي نوت دوت فهيبقى عندي دي كده ناقص دي واحد ناقص واحد ونص تبقى ناقص نص ودي الناحيه الثانيه يبقى زائد نص فيبقى عندي 3 على 4 اي نوت دوت زائد نص على كده بقى ريأكشن كده اي نوت تمام دي هتروح الناحيه الثانيه بالنيجاتيف بتهيألي عندي مشكله في الاشاره حد يركز؟ هو الله اعلم مشكلة المسألة دي اللي انت ممكن تغلط في الاشارات زي ما انا عامل غالبا عندي مشكلة في الاشارات دي صح دي صح غالبا الاثنين دول لازم يروحوا ايوه في فوق تاني ايكويشن بص هنا دي بقت زائد لا ثانية تحت رايت هاند سايد هنا؟ دي نص دي في سالفة ماشي في نص ايه نص سوري ماشي دي كانت بالبوزيتيف انا وديت لها دي بالبوزيتيف وانت تاخد دول الناحيه الثانيه سوري ماشي شغل الرياضه بقى بس عم بتلخبط والله المهم يعني فحاولت تحلها في البيت بس هي صح كده الخطوات يعني في الاخر الخطوات بتاعتنا كسيلات وكيفيلات وتطقش الكويشنز في بعض واحده ثانيه اللي واحده ثانيه بس ربنا يحلفنا بيها الحظ احسن من دي شويه فايه بقى؟ هنا الجديد في دي عن اللي فاتت ان هنا عندي تو انبوتس وهنا عندي اوتبوت اللي هو الفولتج بتاع
عن الدكتور. هو عاوز ايه؟ برضه عاوز انبوت اوتبوت ايكويشن. مفيش واحد عامل ستيت فاريبل، اللي الجايه هتبقى فيها ستيت فاريبل ان شاء الله. تعالى بس نشوف المساله دي. فبرضه انا كنا محتاجه كي سي ال وكي في ال، فانا هشوف بس البوينتس اللي انا هشتغل عليها. فانا هختار من البوينت دي بوينت ايه؟ طبعا البوينت دي كلها بوينت بي، وهبدا اعمل الكي سي ال بقى بتاعتي. فممكن اعمل الكي سي ال عن بوينت ايه؟ فاول حاجه الكارنتس، في كارنت هنا ممكن اسمي ده اي حاجه، اسمي ده اي واحد، وده اي ايه ما مسميه، فده يبقى اي اتنين. فانا عندي ان اي واحد زائد اي ايه يساوي اي اتنين. طب اي واحد ده عباره عن ايه؟ اي واحد فهو الفولتج اللي هو اي 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 ناقص اي اي على واحد، سيبها زي ما هي، زائد اي اي ده انبوت فهسيبه زي ما هو. الكلام ده كله بيساوي اي 2، اي 2 اللي هو اي اي ناقص اي بي، اي بي اللي هي اي نوت، خلينا نشتغل اي نوت على طول، على 2. دي اول كيس ال. فممكن برضه نضرب الايكويشن في 2 عشان يبقى شكلها اشك. فعندي 2 اي اي، فدي هتبقى نيجاتيف 2 اي اي، ووديها دي الناحيه الثانيه تبقى نيجاتيف 3 اي اي زائد 2 اي اي. ممكن حتى تبقى بتساوي اي نوت، او تعالى ندخلها الناحيه الثانيه زائد اي نوت بتساوي دي. ماشي، لحد هنا حد عنده مشاكل في دي؟ دي اول كيس ال اي. فافترض ان دي معادله واحد، دي معادله رقم واحد، وهعمل كيس ال تاني عند بوينت بي، كيس ال عند بوينت بي. اغلب المسائل يعني دايما ما افكرش في كيف ال، اول حاجه افكر فيها كيس ال، كيف ال ساعات بيبقى رخم شويه. فتعالى نشوف بقى. فانا عندي اول حاجه ممكن نسمي ده اي سي، وده نسميه اللي داخل ده نسميه اي ال. فهنلاقي عندنا ايه؟ ال اي 2 بتساوي اي سي زائد اي ال. اي 2 احنا جبناها من شويه اللي هي اي اي ناقص اي نوت على 2، اي اي ناقص اي نوت على 2. اي سي، اي سي دي اللي عباره عن ايه بقى؟ اي سي سي تفاضل انهي فولت؟ اي نوت اللي هو اي نوت. ده فولت هنا بقى كده اني جايب، بس انت عملتها لا رياضيه، ان الفولت هنا هو الفولت هنا، فهيبقى سي اللي هي 2 فراد في اي نوت دوت اللي هو ده زائد اي ال. اي ال ده هيبقى منين بقى؟ اي ال هيكون ايه؟ انتجريشن ايه؟ انتجريشن فقط. لا اي ال، اي ال هيبقى واحد على ثلاثة تكامل. الناس غلط التكامل؟ لا ما بنشتغلش بالتكامل. اه ما نشوف ايكويشن فيها تكامل على طول. فانا هقول لك ايه؟ وانا هضرب في 2 اند ديفرنشيت ايكويشن. فضل ايكويشن هضرب في 2 فيبقى عندي اي اي دوت ناقص اي نوت دوت بتساوي 2 ضرب 2 بقت 4 اي نوت دبل دوت. التكامل ده تعالى نقف في 2، احنا لسه هقعد اقف 6 6 معلش ليه؟ عشان عاوز تكنسل دبل مور، معلش انا لسه كنت انا بحب ف معلش تاني تاني. فهيبقى 3 اي اي ناقص 3 اي نوت دي هتبقى 12 اي نوت دبل دوت خلاص زائد اي نوت 2 بقى يا باشمهندس 2 صح ماشي وصل. مش حد يجيبني مسكوت او حاجه تصحصح كده. ماشي تمام 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 ماشي. دي معادله رقم 2. فنفس الكلام عندي معادله واحد ومعادله 2 او اتقشهم في بعض بحيث ما يبقى ليش غير الاي نوت ومين وال الاي اي والاي اي. مين اللي انا مش عاوزه؟ الاي اي. الاي اي فالاي اي هو اللي زيه. فالاسهل اجيب اي اي من انهي معادله؟ الأولى عشان فيها إيه مش متفاضل. ففهم واحد بص شوف بقى النية حلوة. شفت لما ضربت في 6 وأنت اتريقت عليا؟ فأنا عندي 3 إيه هنا وعندي 3 إيه هنا فأجيبها مرة واحدة.
ايه؟ دي عبد الله. طيب عندي 2 اي اي زائد 2 اي اي زائد اي نوت مثلا انتو 2 وشيل ده احط هنا مكانه بس هحفظه للاسف يعني. طيب عندي 2 اي اي نوت زائد 2 دي اي اي واي دي تي زائد اي نوت دوت بتساوي 12 اي نوت دبل دوت زائد 2 اي نوت. اه نسيت واحد صح؟ ناقص 3 اي نوت. ف الكويشن المجعصه دي فيها ايه؟ ما فيهاش غير الانبوتس بتاعتنا ايه؟ وفيها الاوتبوت كلها ايه؟ فبعد دوك بس ايه؟ هننطق الكويشن هحاول بس ما نغلطش في العدد. فعندي 12 اي نوت دبل دوت ادي اول تيرم وبدور على الاي نوت اهو ده اي نوت بوزيتيف فهيبقى نيجاتيف 2 اي نوت اهو دي ناحيه البوزيتيف 2 اي نوت دوت زائد 2 اي نوت كده خلصنا من الاي نوت كلها. والناحيه الثانيه عندي 2 اي اي زائد 2 اي 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 باي دي تي طبعا ممكن تقسم على 2 فيبقى لك 6 اي نوت دبل دوت زائد اي نوت دوت زائد اي نوت تساوي اي اي زائد سوري دوت باي دي تي. ودي زي ما انت شايف اهو انبوت اوتبوت ايكويشن اوتبوت في الليفت هاند سايد والانبوتس الانبوتس كلها بتفاضلها في الرايت هاند سايد. ماشي حد عنده مشكله؟ خلاص طيب المسالتين اللي جايين بقى عشان بس الناس اللي هتزهق مني بس عشان برضه لو حد عاوز يمشي سؤال 7 هيبقى برضه نعمل واحده فيها ستيت فاريبل. سؤال 7 فيها ستيت فاريبل تمام. وسؤال 9 في حاجه اسمها اللي هو عارف الكرنت كنترول او الفولتج كنترول سورسز هيبقى فيها واحده من دول. فدي الافكار الجديده بس اللي هنقولها عشان لو حد عاوز يمشي. قدام الكاميرا بص انا قدام الكاميرا يا ابني يا ابني امشي Thank you.
طيب دول بس انا حلو بقيت تشيت عليك يا معلم ماليش دعوه انا معاك ف عشان بس هو الناس اللي عارفه التك هنا هيبقى ان احنا هنرفع حاجه السيت فاريبلز هنا التك كلها بتاع ده اسمه ايه ده فولتج كنترول كارنت سورس فاكشلي مش نعتبره كانبوت ولا حاجه ان هو ده الايه ده ديبندنت بتاع حاجه فالتريك هنا لما احل هتلاقي ان هو عندك انبوت واحد تمام لان هنا في سكيلينج فاكتور هو بيعتمد على حاجه ثانيه يعني بس دي التريك تاني حل دول وهنشوف طيب تعال تاني سؤال رقم سبعه بنعمل ايه اول ما ابتدي مساله السيت فاريبلز؟ ها حاسب الستورج الناس اللي جايه تحكم في بعضها ايه يا جماعه يلا شباب اسكوا معايا اول حاجه بنعمل ايه؟ بنشوف الستورج بنشوف ايه الستورج اليمنتس فانا واضح ان عندي في اندكتور وفي كاباستور فمين هما السيت فاريبلز بتوعي؟ فواحد قال الاندكتور هيبقى الكارنت اللي ماشي فيها فانا فاكر ان هنا في كارنت اسمه اي ان وقال لي الكاباستور هو خلي بالك الفولتج اكروس اي سي الاحمر ده اللي انا ضفته تمام ف لو اتكلم على كويستشن سبعه وي هاف تو ستيت بارز اللي هم ايه نيملي اي ال اند اي سي وبعد اذنك في الامتحان لو هتفرض حاجات ترسم الرسمه تاني زي ما بعمل كده وترسم الحاجات الزياده تمام لازم تعرفهم يعني ما ترسمليش على وقت الاسئله الفرضيه وتيجي تقول لي اي ال مين اي ال ومين اي سي واي سي ومين الكلام ده فلازم الراجل يبقى شايف يعني عشان في ناس والله انت بتتحرك في ناس تعمل كده انت بتصح كده تلاقي مين اي ال ده فين اي ال انا عارف انت قصدك كده بس ماليش انا ما شفتكش طيب هي دي بقى مساله مجعلصه شويه فممكن تلاقينا ايه نضطر نلف الحاجات دي حتى غير دور زياده فانا مثلا هعرف مثلا ان البوينت دي اسمها ايه؟ وهعمل عندها كيس ايه؟ وانا شفت ان هحتاج الكارنت ده هعمله واسميه اي سي. دي حاجه زي ما افترضتها يعني. وهنا عندي مقاومه مبرل مع اندكتور وانا عاوز اعرف الفولت عليهم كام فانا افترضت ان الفولت على الطرفين ده هو اي ال. هي دي كده سورس هحاول سورس لا ما ينفعش اشوف واحد دي. طب دي ده هنحاول نعمل فيها السورس كاونتشي ده ما فيهاش فيها اسئله بتكلم عن فوق ايه؟ عشان انا بتكلم على اخر الكلاس دي مش هحاول حاجه لا لا على كده عادي يعني اسئلات وكيف اسئلات بس هي الفكره ان انت تبقى شايف انت عاوز ايه؟ انا عاوز في الاخر ايه اللي انت عاوزه؟ انا عاوز ايكويشن فيها الاي ال نوت ده وايكويشن فيها الاي سي دوت ده وايكويشن تاني فيها الاي نوت بدلالة دول ده اللي احنا عاوزين نعمله فيعني اول حاجه تبقى عارف انت هتجيب ايه وتحط قدامك كده اللي انت عاوز توصل له التارجت بتاعك وبعدين تشوف انت اصلا بتعمل كيبيلات وكيسيلات بالظبط من غير ما توصل لحاجه يعني. فمعلش يعني قعدت اجرب فيها فوصلت له يعني ممكن حد يحلها طبعا بطريقه ثانيه اكيد عشان ناس تستني طريقه ثانيه اكيد طبعا طريقه ثانيه فانا هعمل كيبيلاي على الاوتر لوب كيبيل مور الاوتر لوب ليه؟ عشان عاوز يخش في مجال ايه؟ فبقى عندي ايه ده؟ بقى بيساوي الحاجة اللي انا فرضتها بقى اي ال زائد اي سي زائد اي نوت ودي كانت اول ايكويشن انا وصلت لها فما عملت كده ال الاوتر لوب بقى معايا انبوت بلاس اي ال واي سي واي نوت انا بس اللي مش عاوز اي ال ده انا ايه ده؟ ده هتلاقي انا مش عاوز لان انا عاوز اطيره يعني فهنشوف هنحاول نطيره ازاي ده انا تلاقي معايا الانبوت والستيت فاريبل والاوتبوت انا بس فاضل لي ايه ده اشيله لو شلت معايا الاوتبوت كويشن ابقى انا خلصت فاول حاجه كده عاوز نشيلها الاي ال ده وطبعا لو عاوزين نشيل ال فاكيد هتبقى بدايه الاي ال عشان الاي ال ده الستيت فاريبل واحنا عاوزينه فانا هعمل كي سي ال دلوقتي عند بوينت ايه كي سي ال عند بوينت ايه وهقول لك هي دي بقى ان اي ال اللي ماشي ده زائد الكارنت اللي ماشي في المقاومه اللي هو هيبقى
اي ال على 2 بيساوي اي سي ودي معادله رقم 2. فمن دي اكشن تعرف تشيل اي ال، من دي تعرف تشيل اي ال. لو شلت اي ال دلوقتي تجيبها بدل اي ال واي سي، تقول لي يا عم انا مش عاوز اي سي، فتبقى فاضل معادله واحده ونخلص على كده. لو شلت اي سي يبقى بدل حاجه انا عاوزها. فهعمل فاحنا ممكن نقول لك ان الاي سي الكارد في الكاستر عباره عن ايه؟ اللي هو هيبقى سي اللي هي نص اي سي دوت ومعادله معلش واحده كمان من عندي اي سي هو برضه اللي ماشي في المقاومه اللي هي 4 اوم ولا كام؟ 4 اوم ماشي. فهي هتبقى اي نوت على 4 ودي معادله رقم 3. ما احنا كده خلصنا، خد بقى ايه؟ نظريه سيادتك العميقه، تقعد تدقق كده وتشوف هتشيل من فين تحط فين. بس احنا هم الثلاث معادلات دول اللي احنا سيادتك محتاجهم يعني. طيب، اول حاجه خالص نسيت والله كنت هعمل ايه. فممكن نعمل ايه؟ ممكن نعمل ايه؟ مثلا هنحل دي اول واحده. انا من دي هجيب منها اي ال سوري اي ال عادي، انت ممكن تحلها باكثر من طريقه بس انا ده الحل اللي انا حليته يعني. ف فروم 1 اند 3 انا عملت ايه؟ انا اكشن ايه المشاكل اللي عندي في الكوشن دي كلها؟ الاي سي ده ما بحبوش والاي ال ده ما بحبوش، دول عاوز اشيلهم خالص. فمن 1 هحاول اجيب اي ال ده، فهيبقى اي ال وادي كل حاجه الناحيه الثانيه اي اي زائد اي سي زائد اي نوت انا كل اللي اعمله ان انا اشيل الاي نوت دي واحط قيمتها من هنا من 3 اللي هتبقى 4 اي سي. طبعا ما مضبوط بالاوتوريتي ماشي. فكده دي اول معادله كده جبت اي ال اي ال تقول لي ما انت برضه اي سي ده احنا مش عاوزينه. فهنحاول نظبطه. هيبقى نص ثاني حاجة عملتها غلط. ما ممكن بس هي بس عشان اللي انا عملته. فانا اول حاجة جبت دي وبعدين من دي انا عاوز من ايكويشن 2 وانا عملت ان انا بص على ايكويشن 2 ومن ايكويشن 2 شلت الاي سي وحطيت من سوري خلاص رجعت للذاكره اي 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 سي وحطيت شلت النيجاتيف 4 دي وحطيت اي ال اي ال على 2 تمام. وبعدين عملت ايه؟ فانا بقى عندي 3 سوري حاول اصعد 4 اي ال دي هتبقى ناقص 2 اي ال ودي اي ال هتروح الناحيه الثانيه دي تبقى 3 هي ال ماشي واقسم الكوشن كلها على 3 ماشي تمام. انا كده وصلت معلش يا جماعه كده انا وصلت الاي ال بدلاله ايه؟ بدلاله انبوت وبدلاله ستيت فاريبل وبدلاله ستيت فاريبل تمام. فانا كده اول حاجه خلصت منها ايه اللي انا ما بحبوش فخلصت منها. اشوف اي معادله فيها ال ومعوض ايه؟ هختار ان دي معادله رقم 4. معلش دي طولت معايا شويه. فهقول لك بقى من الاخر. فروم 3 واثنين واربعة أول حاجة أنا معايا إن الـ EC دوت اللي هو بتاع الـ set variable ركز معايا ده EC دوت ده اللي أنا عاوزه عاوز المعادلة بتاعته هو بيساوي 2 في IC ماشي هو بيساوي 2 في IC. طيب IC ده بيساوي إيه؟ IC أهو فبيساوي 2 في IL زائد EL على الاثنين. IL ده أنا عاوزه بس EL أنا مش عاوزه فأشيل EL وأحط قيمته فهتكون بتساوي 2 اي ال زائد
زائد 1 على 2 يبقى 1 على 6 بقى اي اي ناقص اي سي ناقص 4 اي دي ده اي سي دوت. لو بتفكر على الكوش ما فيهاش ده اول ست فاريبل فعلا موجود ما فيهوش غير ست فاريبل اللي هو اي ال طبعا مظبط الكويشن الاي سي تمام وي ار هم مظبطها بس تبقى بشكل غلطه شويه اي سي دوت ده هنا انا معايا انا في بطه هنا في الكويشن معايا بس ارجع معلش يا جماعه بعد كده على الكويشن معايا واحد على ستة دي أربعة على ستة أربعة على ستة دي على ما هو فيش تقريبا المقام ثلاثة مش ستة ايه؟ المقام ثلاثة لان اثنين كبيرين ثلاثة هنا هو تحت ما اثنين مع الاثنين اه صح الله ينور عليك ماشي كده ثلاثة نكتب واحد على ثلاثة ماشي ودي هتبقى اثنين على ثلاثة صح كده ودي هتبقى واحد طب ليه دي أول ستيت فاريبل هي شغل الرياضة بقى مع يوم طويل كده بيبقى وحش تمام كده خلصنا أول إيكويشن الإيكويشن الثانية اللي أنا عاوزها بتاعت مين بقى؟ بتاعت ستيت فاريبل الثاني اللي هو مين؟ دي أي إل باي دي تي ده تبقى عارف الحاجات اللي أنت عاوزها عاوز إيكويشن فيها الـ IL دوت اجيبها منين دي؟ الـ IL دوت ده يساوي ايه؟ تفاضل الكرنت في الاندكتور تفاضل الكرنت في الاندكتور مساوي يعني واحد على ايه؟ طب الكرنت في الاندكتور اجيبه منين؟ الكرنت بتاع الاندكتور اهو في على اوميجا ال اسهل حاجه هو التكامل فلو عاوز تفاضل يبقى واحد على ال في ال اللي هو ده لا ده اه ماشي اسم على ال ماشي دي او دي وات ايفر انا هقول بس بالك ان الاي بتساوي المهم يعني فهي كل حوار هيبقى واحد على ال في ال صح؟ وايه اللي احنا جبناها دي اللي طلع علينا عقبال ما جبناها فهيبقى بيساوي واحد على ال 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 بكام؟ ال بكام؟ كام هنا؟ شايف حد هنا؟ رقم اربعه اثنين هنري واحد على اثنين في دي اللي واحد على ستة صح ولا دي واحد على ستة اي اي ناقص اي سي ناقص اربعة اي ال دي اي ال باي دي تي بتساوي نيجاتيف واحد على ستة اي سي نيجاتيف اتنين على تلاتة اي ال زائد واحد على ستة اي اي ودي ايكويشن دي اول واحده كنا عاوزينها دي تاني واحدة كنا عاوزينها فاضل اخر واحدة خالص من الاي نوت اسهل واحدة اي نوت ممكن يبقى من كذا حتة اسهل واحدة فين بقى؟ حد بيتلخبط في الكوشنز اي نوت اسهل حاجة جايبها اربعة اتنين من اي دوت سي اه بالظبط اتنين الراجل قال لي من ثلاثة اي نوت بص من فروم ثلاثة الاي نوت سيادتك بتساوي اتنين اي سي دوت واي سي دوت اهي فهتفضل بس كله اثنين فاي نوت هتكون بتساوي نيجاتيف 2 على 3 اي سي زائد 4 على 3 اي ال زائد 2 على 3 اي ار اثنين على 3 4 على 3 ماشي تمام ف هو الزاويه دي مساله تعتبر مش كبيره قوي يعني في مسائل في مسألة في الشيت أو حاطط سؤال ثلاثة ممكن تلاقي عندك خمسة إيكويشنز تقعد تقشر في بعض وتعوض وتتلخبط وتعيط ربنا معاك آخر واحد آخر واحد ما أنت استفدت وقت السكن يعني دي تبدو صعبة بس في الآخر عريضة جدا يمكن اسهل من فاتت كمان. طيب بسرعه كده فانا كل اللي راح حلو فيها هعملها باثنين سي ال بس. في سي ال على النقطه دي؟ ايه؟ النقطه دي ايه؟ والنقطه دي مين؟ هعمل اثنين سي ال بس ولا لا؟
ركز بقى معايا. ACL ايه؟ فالكارنت اللي داخل ده الاولاني والكارنت ده نسمي ده مثلا اي واحد وده اي اثنين وده اي ثلاثة. فان الكارنت بيساوي اي واحد زائد اي اثنين زائد اي ثلاثة. نشوف اي واحد ده بكام. اي واحد ده اللي هو ماشي بالكبسة. اي واحد ده اللي ماشي بالكبسة. فاللي هو ايه؟ اثنين في تفاضل الفولت اللي على الكبسة. الفولت اللي على الكبسة اللي بكام؟ اللي هو اي ايه اللي هو الجبل. معايا ولا مش معايا؟ الكارت الاولاني اي واحد. اي واحد هو الكباسيتنس في تفاضل الفولتج اكروس الكبسة. الفولتج اكروس الكبسة دي جراوند ودي الفولت بتاعها ايه؟ هيبقى 2 اي اي دوت. دي اول واحده. اي 2 اي 2 دي عباره عن ايه بقى؟ اي اي على النص تبقى 2 اي اي. اي 3 اي 3 من ايه؟ اي 3 ده الفولت الكارت ده بيساوي كام؟ اي اي ناقص اي بي اللي هي اي نوت على نص تبقى 2 اي اي ناقص اي نوت بالمنظر ده. فاقدر اقول لك يبقى عندي 2 اي اي نوت يبقى 2 اي اي و2 اي يبقى زائد 4 اي اي ناقص 2 اي نوت ودي معادله رقم 1. الحمد لله يا رب ادي معادله رقم 1. هعمل معادله ثانيه رخمه شويه دي تعمل كام بقى؟ اي سي ال عند بوينت بي. هنا بقى ركز معايا، معايا اي 3 زائد الكارنت اللي هو معرفه اللي هو اسمه الفا اي اي ده بيساوي الكارنت ده نسميه اي 4. فعندك اي 3 زائد الفا اي اي بيساوي اي 4. اي 3 جبناه من شويه اللي هو 2 اي اي ناقص اي نوت زائد الفا اي 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 4 اللي هو اي نوت على الربع اللي هو 4 اي نوت. نظبط برضه المعادلة عشان تبقى شكلها ألطف. ممكن ناخد الـ EA common factor هيبقى عندي 2 زائد ألفا EA وأدي 2 نوت دي الناحية التانية بتساوي 6 E نوت. أو ممكن أقول على طول therefore إن الـ EA بيساوي 6 على 2 زائد ألفا في الـ E نوت. نفترض دي كده معادلة اتنين. ده اللي اشتغل بقى اللي هو موضوع الألفا ده. الألفا ده جه منين؟ جه من اللي هو الكنترول الفولتج كنترول كارنت سورس. ده رقم عادي ده. نعم؟ رقم عادي. هي بس التريك هنا ان هو في الاخر مش انبوت بالنسبة لك يعني. تمام؟ ان هو الانبوتس اللي اسمها ايه؟ الاندبندنت. حاجة تكون اندبندنت مش معتمدة على حاجة. حاجة أنت بتتحكم فيها. فده انبوت بالنسبة لها بتتحكم فيه. انما ده كار ده كنترول ما يعتبرش انبوت يعني. فالمنطقه بظهر دلوقتي على معول من الاثنين في واحد. المساله نفسها سهله. فروم 2 انتو 1 هنشيل كل اي ايه ونحط الترم المجعر ده. تي تساوي 2 في اللي هو عدد 6 على 2 الفا اي نوت دوت زائد 4 نشيل ايه نحط قيمتها تبقى 6 على 2 زائد الفا في اي نوت ناقص 2 اي نوت كده احنا خلصنا. عندك ايه دلوقتي؟ معادله واحده فيها الاي نوت وفيها الاي نوت. بس التظبيطات لا انا غلط فيها على طول دي بحاول بقى. دي 12 على 2 زائد الفا في اي نوت دوت دي تبقى 4 في 6 على 2 زائد الفا في اي نوت. دي 2 دي ممكن بقى عاوزين ندخل دي مع دي فتبقى 2 2 زائد الفا على 2 زائد الفا في اي نوت ماشي كل
24 ناقص 4 تبقى 20 20 ناقص 2 الفا على 2 زائد الفا دي نقطه عايزين كده الحل ربع عليها فده اللي عندي سته فالظهر الزياده هنا في الموضوع في المساله دي موضوع الالفاظ ده الايفكت بتاع السورس ده هو اندايركت ايفكت طبعا اللي هو الكوفيشنت بتاعه تمام تمام ماشي ان شاء الله ما فيهاش غلط جربوا تحلوا المسائل دي بايديكم في مسائل تانية في الشيت عليك انت بقى مش هتحلها بس اتفضل